هذا العدد المتابع حدث مناقشة موضوع يتعلق بفرض سن 30 كحد أقصى للولوج إلى مباريات التعليم. أما تحقيق العدد فنتناول من خلاله فك العزلة عن العالم القروي والجبلي. فقرة ثلاث أسئلة إلى نصل من خلالها أهم الإصلاحات الضريبية التي حملها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. المجلة تتخللها فقرات أخرى. مشاهدينا الأفاضل، السلام الله عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من مجلة البرلمان والناس. نبدأ بحدث هذه الحلقة والذي يتابع جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب. من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذه الجلسة ذلك المتعلق بالجدل الدائر حول فرض سن 30 كحد أقصى للولوج إلى مباريات التعليم، فكيف تفاعلت الحكومة مع هذا الموضوع؟ باقي التفاصيل في هذا التقرير. في أول جلسة له بالبرلمان منذ تعيينه وزيرا للشغل والإدماج المهني والمقاولة الصغرى، وجد يونس كوري نفسه محاصرا بأسئلة آنية ارتبطت بتحديد الولوج لمباراة التعليم في سن 30. الوزير أكد أن مسؤوليته على مستوى عقد الشغل ترتبط فقط بالقطاع الخاص. بالنسبة للتعليم، أنا بطبيعة الحال في إطار تضامن الحكومي يمكن لي نعطيكم جواب، ولو ان التشغيل اللي كنتكلف به هو تشغيل كيتعلق بالقطاع الخاص كيف ما تتعرفوا، ولكن بما ان السيد الوزير غادي يدير خرجه وغادي يتكلم معكم في الموضوع في اليومين القليلين المقبلين، تنفضل السيد الوزير المعني بالامر هو اللي يجي وهو اللي يتكلم في الموضوع، وسوف يكون ذلك في غضون اليومين المقبلين. شنو التعليق ديالكم على تحديد السن 30 سنه بالنسبه للتعليم؟ بالنسبه لي انا شخصيا يعني شيء غير مقبول، لانه نطرحوا واحد السؤال، هذا اللي عنده 31 سنه ما بقاش عنده يعني الامكانيه ديال انه ولا 32 سنه، ولكن هنا هذه مساله ديال الحكومه التبعيه ديالها ولا الدراسه ديالها شنو هما، وحنا لحد الان ما عندناش واحد التفسير يعني مدقق، ولكن انا اعتقد بانه السن هو مهم ملي تنفوتوا 50 و60 سنه الفوق، ولكن الان التعليم تيخصو كفاءات، والكفاءات ما يمكنش يعني نحصروها على هذا. نتمنى ان الحكومه تدارك هذا الشرط. هذا قرار جائر غير معقول، يتنافى كل الضوابط، حقوق الانسان طبعا، الدستور اساسا حقوق الانسان، القوانين الجاري بها العمل راه من 40 زدنا ل 45 دابا تاخرنا ل 30. الحق نتاع الناس اللي في واحد الشريحه معينه في هذا المجتمع واللي حصلوا على دبلومات كبيره، ثم الامتحان هو الاساس، ما دام كاين المباراه سال الكلام. أما محور الجلسة ارتبط بالصعوبات التي تواجهها المقاولات الصغرى والمتوسطة والتي لم تتعافى بعد من تداعيات أزمة كورونا. وزارة التشغيل تشرف لأول مرة في تاريخها عبر مرسوم حكومي على برنامج المقاول الذاتي وبرامج المواكبة. وعندها واحد مجال اختصاص جديد اللي جا تلبية للتوصيات اللي كاينه في نموذج كنا، اش قال نموذج كنا؟ قال باش التشغيل يكون مزيان خاص الوزاره ولا السلطه الحكوميه المكلفه بالتشغيل تكلف بامور اخرى، ورياده الاعمال والمقاوله الناشئه داخله في هذا الاطار. الحكومة الحالية اللي المكبة على هذا الإطار ديال برنامج فرصة سيؤدي حتما إلى نجاحها من خلال تنزيل، أولا لابد من أن يكون هناك تأطير لهؤلاء الشباب هذا، ثانيا لابد أن يكون هناك تكون هناك مواكبة، وثالثا لابد أن يكون هناك تتبع من أجل إنزال هذا المشروع على أرض الواقع، وبالتالي سيتم من خلال هذا الإنزال الإدماج في الاقتصاد الوطني الذي سيؤدي حتما إلى تشغيل وفتح آفاق جديدة لليد العاملة وخاصة الشباب منها. وزارة الشغل والإدماج المهني والمقاولة الصغرى ومن خلال مجموعة من البرامج أقرها مشروع قانون المالية الحالي تتجه إلى تقديم دعم كبير لإنشاء المقاولات والدخول في القطاع المهيكل كحل واقعي لإشكالية البطالة التي يعاني منها العديد من الشباب خاصة على مستوى المناطق الحدودية. فصل الشتاء يقترب خاصة وأن قساوته ترتفع بالمناطق الجبلية والقروية، فما هي الإجراءات التي تم اتخاذها على هذا المستوى من أجل فك العزلة بالعالم القروي والجبلي؟ وكذلك ما هي أهم المشاكل التي ما زالت تعاني منها هذه المناطق؟ نتابع كل هذا في تحقيق العدد مع أمين الخالدي.
وحده هذا المقطع الطرقي على طول 10 كيلومترات سيفك العزلة القاهرة لحوالي 4000 من ساكنة جماعة عين زيتونة نواحي إيمن تانوس. تضاريس صعبة وقسوة المناخ وانقطاع الطريق في فصل الشتاء. الجماعة القروية هنا لم تكن تتوفر على الاعتمادات المالية لتعبيد هذا المقطع الطرقي. هنا تدخلت الجهة لأن الطريق تربط بين جماعتين قرويتين، أمر خلف ارتياح لدى الساكنة. وهذاك الساعة كان تعطلو، كان شورو، كان سميتو 45 دقيقة تل ساعة هكاك إلا شارجيتي سميتو الناس كتشور عليهم ساعات المكانة. دابا الحمد لله ربع ساعة، ربع ساعة 10 دقائق كتوصل إيمن تانوت. الطريق هي الحياة ديال الإنسان وديال سميتو الدواوير، حتى هما سميتو كيفرحوا بهذا الشيء. فوق الشتاء يعني الطرقان كيتقطعوا، وكذلك حتى العملية ديال مرور الأشخاص والعربات يعني كتكون واحد الصعوبة باش أنك توصل الحاجيات ولا البضائع ديال الساكنة للمناطق الجبلية، يعني كتكون صعوبة. وبالتالي الناس يعني كيحاولوا كيضطروا باش أنهم يرحلوا أو أنهم يهاجروا من المناطق الجبلية الهوامش ديال المدن. إنجاز طريق عادية في العالم القروي تنطلق من 100 مليون سنتيم للكيلومتر الواحد، أما في الجبال فتبتدئ من 150 مليون سنتيم للكيلومتر الواحد. في المراحل النهائية ديال المشروع دابا 80% تنجز، ودابا في الشهر الرابع إن شاء الله يتم يسخن الحال باش يدوز البيكوش باش تكون الطريق هي أهم روافد ديال التنمية واللي كتجلب التنمية. وهنا الإقليم فهو إقليم فلاحي، كاين إقليم فلاحي وإقليم سياحي، وكاين مجموعه ديال سميتو كتبقى الطريق هي اللي كتفك العزله وكتمكن الساكنه من الولوج لاقرب نقطه اللي هي مدينه إيمتونت في اقل وقت ممكن، خصوصا في فصل الشتاء كيكون اشكال ديال سميتو، خاصه الطريق كانت شويه ضيقه، اما الان الحمد لله فهي في احسن حله. بعد انطلاق برنامج فتح المسالك الطرقية فيما قبل وتيسير حركة السير، أصبح بإمكان مجلس جهة مراكش أسفي الاستثمار في النقل المدرسي هنا بجماعة صخور حمنة، تجربة نموذجية على المستوى الوطني. الجماعة اليوم تتوفر على 70 سيارة للنقل المدرسي، وأبعد نقطة تصل إلى 30 كيلومترا وأكثر. تقريبا وصلنا في حدود أكثر من 70 سيارة في إقليم رحامنا، وكانت تجربة رائدة صراحة، كان فيها إبداع لأنه كان إجماع جميع الفرقاء السياسيين وجميع الشركاء من أجل إنجاح التجربة، بحيث انخرط فيها الجميع، اللي هي تجربة اللي انعكست طبعا بشكل إيجابي على التمدرس ديال الفتاة القروية، وانخفض المؤشر ديال الهدر المدرسي بإقليم رحامنا حتى لينا المرتبة الأولى. بالنسبة للمستخدمين هذا شو الصيغة اللي وجدتوا لهم بالنسبة للسائقين؟ السائقين طبعا كيشتغلوا في واحد الاطار اللي كيضمن لهم الكرامه ديالهم بتسويه الوضعيه ديالهم بلا سي ان اس اس بالتعويضات ديالهم. إذن اليوم اصبح بامكان تلاميذ نواحي جماعه صخور حمنه القدوم الى المدرسه صباحا والعوده مساء، بعد ان كان الامر شبه مستحيل سابقا، امر خلف ارتياح لدى الاباء. بالفضل الترونسبور باش ولاو يعني كانوا بجميع شلة دواوير بالفضل ديال الترونسبور باش ولاو الانسان ما ينقاطعش الدراسه ديال كان 6 سنين تما راه 6 سنين عاد كيجيو هنا بالفضل ديال الترونسبور تفكات العزله شويه على الناس ديال العالم ديال القراويف. المسالك الطرقيه والنقل المدرسي من البرامج المهمه التي اشتغلت عليهما اغلب مجالس جهات المملكه. حاله مجلس جهه مراكش اسفي، هنا يجتمع الرئيس مع مدير المصالح والقسم التقني والمالي لتتبع سير أشغال إنجاز المسالك الطرقية القروية المبرمجة. سيد الرئيس، شنو دابا أكبر طلبات في الاجتماع ديالكم وكل شيء في مجال التدخل ديالكم في العالم القروي؟ شكون اللي كياخذكم الحصة المصرية الأوفر؟ واش النقل المدرسي الماء الطرق؟ الحصة هي الطرق المرتبة الأولى، لأنه تقريبا واحد الميزانية ديال 400 مليون ديال الدرهم سنويا، واحد 40 مليار سنتيم سنوية اللي كتمشي في الطرق. يعني نسبة كبيرة من النسبة ديال 40% تقريبا ما كتمشي غير في الطرق في العزلة. هاني فاش فيها تالي من بعد واحد بين 20 مليون حتى 30 مليون درهم ديال الماء، والباقي كندخلوه في إصلاح المدارس وتجهيزات دور الطالب والطالبة والنقل المدرسي. أما الإشكال الأكبر الذي أصبح يواجه مجلس الجهة هو ندرة المياه، ونحن نتحدث عن فلاحة عصرية بإقليم شيشاوة وفلاحة معيشية في باقي أقاليم الجهة كالصويرة والحوز، رغم أن الاختصاص هو مشترك. جهة مراكش أسفي تعاني كثيرا
من النقص في الماء وخا ما كتبانش هناك الاقاليم وكنسموا حنا الكولوار، ولكن الممر الجاف ولا الممر المضر كثير هو اقليم اليوسفيه الرابط بين اليوسفيه شيشاوه والصويره. الصويره هناك خصص كبير في الماء الصالح للشرب. كنحاولوا على انه نبنيو نحفروا ابار وبناء خزانات مائيه من اجل التسويد، ولكن حتى الفرشه المائيه بدات كتهبط بزاف. قبل كنا كنوجدوا الماء على مسافه ديال 80 متر، الان كنوصلوا بين 160. كاين بعض الاقاليم مثل اقليم قلعه صراغنا اللي كنضطروا حتى 400 متر، وهذا مشكل كبير انه حتى ما كتلقاش حتى الشركات اللي يمكن لك تقوم لك بهذا الحفر ابار ديال 400 متر من اجل ايجاد الماء الصالح للشرب. التغيرات المناخية والاستغلال المفرط للفرشة المائية أثر بشكل مباشر على الفلاحة هنا ضواحي الرحمنة. بدأت تتساقط أشجار الزيتون ولم تتحمل قسوة المناخ، ناهيك عن قلة الإنتاج فيما تبقى منها، رغم أن دوار أيت سعيد هنا تعبره قناة السقي فهو لا يستفيد منها. لا الفلاحة الميزة الفلاحة ما كانش الفلاحة هذا الزيتون اللي فيه في واحد شوية اللي كان اللي عندي حفر بالصودا إلا ما حفر بالصودا ما كان الماء ما عندناش الماء. المشروع ما عندناش قليل عندنا الجمعيه ولكن قليل الماء. ومين كتجيبوه؟ كاين واحد الجمعيه هنايا ديال دوار بوخاوة. هذا الخزان المائي هو الحل الذي وجده مجلس الجهه، كلفه 150 مليون سنتيم، سيمد ساكنه 4 دواوير بالماء الصالح للشرب، لكنه يواجه اشكال تراجع الفرشه المائيه تقريبا سنويا. وقبل ما يكون هذا الشاطو يعني الناس كانوا كيعانيو بزاف حيت كاش كيتقطع عليهم الماء. كانت جمعيه قديمه في دوار بوخاوه، ولكن مع هذه الجمعيه يعني كانت كتغطي واحد المجموعه ديال الدواوير، وقع عليهم ضغط يعني والناس جاتنا فكره باش نديروا طلب السيد الرئيس ديال الجماعه باننا غنأسسوا واحد الجمعيه هنايا. وفعلا السيد الرئيس يعني جاب لنا مشروع من الجهه وحنا قمنا بتاسيس جمعيه باش هاد الناس هاد الضغط اللي كاين على المياه نقصوا شويه وباش الناس يستافدوا. هاد المشروع اللي هنا العام تواجدوني ف بجانبه هاد اللي قامت الجهه بالبناء بالحفر ديالو والبناء ديالو التجهيز ديالو، ويعني غادي تكون عنده اثار ايجابيه وانعكاسات جد ايجابيه بالنسبه للساكنه اللي كانت تعاني من هاد الماده هذه. بما ان اختصاص الماء يرجع للوزاره الوصيه، انتقلنا الى الرباط لان الاشكاليه لا تعاني منها فقط جهه مراكش اسفي بل وطنيه. وحضرنا جلسة شفوية في مجلس المستشارين لوزير التجهيز والماء نزار بركة الذي حاول تقديم بعض الحلول المستعجلة في الموضوع، لأن مخلفات ندرة المياه قد تكون كارثية على مستوى الهجرة القروية وفقدان مناصب الشغل والأمن الغذائي. ما كاينش الماء ما كاين والو بالاخص في البوادي، واش هل يعقل بان الباديه مازال المراه كتمشي كتسقي، مازال الطرق بدائيه، مازال كيعاني هنا؟ هذا هو سبب الهجره. لو كان يتوفر في الباديه الماء والكهرباء ما تكونش الهجره القرويه. المناطق التي تعتمد على سقي بواسطه الاخطارات والسواقي تعرف جفافا حادا، لكون اولا هذه الخطارات جفت المياه فيها، ولعدم وجود سدود تلية ومنشآت تعمل او تكون من شأنها تعبئة مياه الأمطار. على المدى البعيد وفي الحكومة السابقة كان التوجه هو اعتماد سدود تلية والاستثمار في تحويل مياه السدود على مسافات طويلة حتى لا تضيع في البحر. الإشكال الكبير اللي عندنا وهو أن تم استغلال مفرط ديال الفرشة المائية، وبالتالي لا قدر الله إلا كانت عندنا سنتين ديال الجفاف متتالية غنلقاو صعوبة كبرى باش يمكننا نزودوا الماء الصالح للشرب بالنسبة للعديد من المدن ديال المملكة، خصوصا بالنسبه للمناطق المتضرره اكثر من الجفاف واللي عندنا فيها خصاص كبير. وبالتالي هنا اعتبرنا انه من الضروري اننا نشتغلوا على ما نسمي بعقود الفرشه. مفروض اننا نديروا 32 عقد فرشه، درنا جوج حتى لدابا، دونك حنا غنشتغلوا باش نسرعوا في هذا الاطار. وهذه العقود الفرشه اليوم وقعنا في برشيد عقد ديال التمييز في هذا الاطار،
وغنشتغلوا كذلك على المنطقة الرشيدية كذلك باش أننا نمشيو في الإطار وغنسرعوا باش نوصلوا لهذاك العدد اللي تكلمنا عليه. أهمية ديال هذا الأمر هو كالتالي، هو أننا نخارطوا في ما هو أساسي بالنسبة لبلادنا وبالنسبة للمستقبل ديال البلاد، وهو التدبير التشاركي والمندمج للماء. عقد الفرشة يعني تدبير معقلا للثروة المائية باعتماد أنواع فلاحية لا تستهلك مياه كبيرة وتطعيمها اصطناعيا، بالإضافة إلى استثمار في بناء السدود التلية. فلم نعد نتحدث اليوم عن الماء الموجه للفلاحة، بل أمام نظرة الماء الصالح للشرب. يتواصل النقاش حول مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بمجلس المستشارين، فما هو الجديد الذي يحمله هذا المشروع، وكذلك ما هي أهم الإصلاحات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية، وهل راعت التوصيات التي جاءت بها المناظرة الوطنية حول الإصلاح الضريبي؟ أجوبة عن هذه الأسئلة كالمعتاد ضمن فقرة ثلاث أسئلة إلى السؤال الأول للسيد كمال إتلميك وعضو فريق تجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، ما هي أبرز التعديلات التي يطالب بها فريقكم على مستوى تخفيض الضريبة على الشركات؟ اللجنة المالية دازت في المناقشة العامة والمناقشة التفصيلية، وحنا دابا في الفريق ديالنا بصدد كنوجدوا التعديلات. بالنسبة للضريبة على الأرباح كنناقشوا باش نفهموا الناس، هي الضريبة على الأرباح الحكومة وي جات بواحد الفكره ديال التخفيض ديالها، مجلس النواب حصلها في 26% في الشركات الصناعيه، نطلب ديالنا حنا كفريق تجمع الوطني الاحرار باش تولي 25% وكتهم جميع المقاولات والشركات. نفس السؤال بالنسبه للسيد عز الدين زكريا عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل، ما هي ابرز التعديلات التي يطالب بها فريقكم على مستوى تخفيض الضريبه على الشركات؟ فعلا دور الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين هو رفع صوت الطبقة العاملة وتمثيلية الطبقة العاملة، وكذلك الدفاع عن مكتسباتها وعن مطالبها والدفاع عن الجماهير الشعبية. من خلال وجودنا في مجلس المستشارين سوف يتقدم فريق الاتحاد المغربي للشغل بتعديلات تصب في اتجاه تخفيف الضريبة عن الطبقة العاملة من أجراء وموظفين وعمال زراعيين وكذلك أجراء القطاع الخاص من أجل التخفيف الضريبي، كذلك ليكون هناك خصوم فيما يخص الآباء العائلية وكذلك الآباء المدرسية التي يتحملها المغاربة جل المغاربة. السؤال الثاني، ما هو تعليقكم على الضريبة التضامنية بالنسبة للشركات؟ الضريبة التضامنية هذه كان جابتها الحكومة السنة الماضية، وكان حتى الموظفون خصهم يساهموا. احنا في الحكومه جات بهذا المشروع اللي احنا كنحييهم على هذا المشروع، هذه الضريبه التضامنيه سانكت سوسيال، اي واحد الشركات يكونوا شركات ولا مقاولين ذاتيين سويفون الربح ديالهم كيخلصوا واحد البورسنتاج باش يعاونوا البلاد ديالنا ويستهدفوا واحد الشريحه يمشيو. لو بلوز امبورطون عندنا هو الناس اللي كيربحوا واحد المبالغ من الربح الصافي يتضامنوا دون زانكت سوسيال ويمشيو لهاد الفلوس يمشيو لواحد الشرائح اللي هما محتاجه. السؤال الثاني، ما هو تعليقكم على الضريبة التضامنية بالنسبة للشركات؟ الضريبة التضامنية هي آلية مبتكرة هدفها الرئيسي هو تنزيل الورش الملكي لتوسيع الحماية الاجتماعية لتشمل جميع المغاربة بالخصوص 22 مليون مغربي في ظرف 5 سنوات. فعلا هذه هي آلية مبتكرة، نتمين هذا الإجراء لكن نتمينه مع الحرص التام على تنزيل سليم لهذا المشروع، لأنه مشروع وطني، مشروع مجتمعي كبير، يجب أن نحرص على تنزيل سليم، وذلك من خلال الحفاظ على مكتسبات الموظفين والأجراء، أيضا مراعاة توازنات المالية لكل نظام على حدة، كذلك تأهيل المنظومة الصحية وجعل العنصر البشري كمركز لنجاح هذا الورش المجتمعي الكبير. السؤال الأخير، ما هو موقفكم من الرفع وفرض ضرائب جديدة على الآلات المنزلية والإلكترونية؟ هذه ماشي ضريبة، هذه رسوم دارتها الدولة، هذا باش تعاون المواطن والدولة في الطاقة. بمعنى عندك واحد الآلات الغسيل، النظافة، ماشينا لافي، باش الناس تفهم كاين كتاخذ بليزيوغ انرجي، كاين ا وكاين بي وكاين سي وكاين دي او اف جي.
الحكومه كانت قالت لك البي نشوف 100 درهم، السي 200، دي 300 الى اخره. مجلس النواب حيدوا او بي، ما كتخصها حتى شي رسوم، كنعاود ناكد رسوم ماشي ضريبه. وهذوك اللي كيسهلكوا الطاقه اكثر ملي كتوصل حتى للجف واحد الرسم ديال 500 درهم، وهذه باش كنشجعوا الناس تاخذ هذوك الالات اللي هما ما كيسهلكوش بزاف الطاقه. اجراء تدريب الالات الالكترونيه يضر مباشره بالمستهلك، وبالتالي يضر بالقدره الشرائيه بالخصوص الطبقات الهشه والطبقات المتوسطه. كان بالاحرى الحكومه ان تبتكر في مجالات اخرى، وذلك من خلال توسيع الوعاء الضريبي، محاربه التهريب الضريبي، ادماج القطاع الغير مهيكل، وخلق ضريبه على الثروه كما نادينا منذ تمثيليه الاتحاد المغربي للشغل في هذه المؤسسه في مجلس المستشارين. والان نفسح المجال امام اسئله البرلمانيين واجوبه الساده الوزراء عليها. وزير محترم، بالنسبه للمقاولات الصغرى والمتوسطه هي كتشكل واحد النسبه كبيره، في تقريبا 95% من الشركات اللي كتواجد في المغرب. طبعا مع الظروف ديال الجائحه تاثرت بشكل كبير، فلازم كيخص الوزاره ان تكون عندها واحد الاستراتيجيه دعم قويه، لا بالنسبه للبنوك ولا بالنسبه للمساطر، لان واحد النسبه كبيره اللي تاثرت، خصوصا حنا مثلا اذا تكلمنا على اقليم تطوان، اللي كيف ما قال الاخ النائب ان بعد الاغلاق دابا بسبته ومن بعد وفي الظروف ديال الجائحه تاثروا واحد النسبه كبيره ديال الشركات الصغرى والمتوسطه اللي تم اعلان الافلاس ديالهم وضاعوا واحد فرص شغل كبيره. فهنا كنطلبوا من الوزاره الوصيه ان هي تكون عندها واحد الاولويات للمناطق اللي هي اكثر تضررا، باش يمكن لها تشجع وتواكب هاد الشركات الصغرى والمتوسطه، باش يمكننا نخلقوا فرص شغل لواحد العديد ديال الفئات خصوصا المتضرره، وكما قال السيد النائب في المناطق الحدوديه. وشكرا سيد الرئيس. الكلمه السيد الوزير. شكرا على التعقيبات. بالنسبه للتدابير الحقيقيه، كاين مخطط وبرنامج بالنسبه للمناطق الحدوديه منطقه بمنطقه مع كل المنتخبين والاطر اللي كاينين تما، وكنشتغلوا على الفنيدق، كنشتغلوا على النادور، كنشتغلوا على كركارات منطقه بمنطقه بكل خصوصيه ديالها وكلها بالبرنامج ديالها. بالنسبه للمقاول الذاتي، كان السي سكوري قبل مني هو المكلف الان بالمقاول الذاتي، اللي يمكن لي نقول لكم بانه المقاول الذاتي كيعرف نجاح كبير، وتسجلوا في هذه السنه ونص الماضيه اكثر من 270 الف مقاول ذاتي اضافي في هذا البرنامج هذا، يعني كيعرف نجاح كبير، وان شاء الله المواكبه ديالو راه عند السي سكوري برنامج مخصص للمقاول الذاتي. بالنسبه للبرامج، عندنا برامج برنامج استثمار اللي كي الدولة كتساهم ب 30% من الغلاف الإجمالي ديال الاستثمار، 30%. عندنا برنامج مواكبة بالنسبة للدراسات اللي الدولة كتساهم فيه حتى 80% بالنسبة للدراسات. برنامج تطوير اللي كنوصلوا اللي كنوصلوا ليه إلى حدود حتى هو 70%، وبرنامج تطوير النمو الأخضر باش نواكبوا الصناع المغاربه باش ينتجوا منتوج خالي من الكربون، اللي هو كيعرف حتى هو اقبال كبير من طرف المستثمرين. بالنسبه لبرنامج تطوير المقاوله الناشئه لمواكبه حاملي مشاريع المقاولات الناشئه من مرحله الفكره الى مرحله التصنيع مرورا بمختلف مراحل الاحتضان، وتميزت حصيلة هذه البرنامج إلى حدود نهاية شهر شتنبر 2021 بمواكبة 170 مشروع. هذا مشروع هذا برنامج جديد، منها 20 مشروع في مرحلة الاحتضان. وشكرا سيد الوزير. وبهذا مشاهدينا نأتي لنهاية هذا العدد من المجلة، شكرا على وفاء المتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله.